موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور أن عدد قتلى هجوم قرية حبوبة ارتفع إلى 7 أشخاص، بينهم شرطي وطفل وفتاة، بينما جرح نحو أكثر من 15 آخرين. وقالت لجنة أمن الولاية إنها دفعت بتعزيزات عسكرية إلى قرية حبوبة عقب الهجوم الذي شنه مسلحون يقدرون ب200 شخص أمس الجمعة. لقي العميد إبراهيم بن بينو القائد الميداني بإحدى الحركات الموقعة على اتفاق جبل السلام مصرعه أمس في اشتباكات مسلحة ببادية كولجي في محلية طويلة بولاية شمال دارفور. من جهته أدان مجلس الصحوة الثوري أحداث كولجي وقتل المدنيين العزل، محملا مجلسي السيادة والوزراء مسؤولية الأحداث. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الأمطار أجبرت حوالي 90,000 شخص في جنوب السودان على مغادرة منازلهم، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن منطقتي أيود والقناة في ولاية جونجلي هم الأكثر تضررا بعد أن غمرت الأمطار المتواصلة المنازل والحقول وأجبرت السكان والماشية على اللجوء إلى المرتفعات. أفادت لجنة الفيضان في السودان أن منسوب النيل تجاوز 16 مترا، محذرة القاطنين في الخرطوم وشمالها اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الأنفس. من جانبه قال مدير دائرة الطوارئ بالدفاع المدني قرشي حسين عبد القادر إن السيول تسببت بهدم 30 منزلا في منطقة الرضيان بولاية نهر النيل. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.